مرحباً، أنا غريغ. وأنا ليكسي. واليوم سنقوم بتحديات قوية جداً، والتي كتبتموها لنا في التعليقات. لذا لا تنسوا الاشتراك وامنحونا إعجابات. غريغ، أخبرني، ما هو دافعنا اليوم؟ دافعنا هو 10,000 دولار. أوافق على القيام بهذه التحديات مقابل 10,000 دولار. ولكن إذا رفضت فسأقبل هذه 10,000. الأول سيفوز بالتحدي الأول، حجر مقص ورق. تمام. حجر مقص ورق، حجر ورق مقص، حجر ورق مقص. أوه، أنا الفائز. سأكون أول من يختار التحدي. حسناً، سأختار التحدي الأسهل. أنا منوم مغناطيسياً. برتقالي. هذا سهل يا رفاق، آيس كريم سحري. أخبرتك أنني منوم مغناطيسي. جرب الآيس كريم بالكاتشب وتمنى أمنية بصوت عال. لا مشكلة. أين الآيس كريم؟ أوه، إنه أصفر. أتحبون الآيس كريم يا رفاق؟ أي نوع؟ أكتبوا في التعليقات. هل مع الكاتشب أم لا؟ أنا أحب أي نوع. سأساعدك. بالتأكيد، كلما زاد كان أفضل. هل تقصد المزيد من الكاتشب؟ أوه، انظروا لهذا. المزيد، المزيد. يكفي يكفي. أوه، إنه حامض. لا يمكنني النظر إلى هذا، إنه فظيع. الهدف هو تمني أمنية، ها؟ نعم، تمنى أمنية. إنه يتسرب. سأفعل أي شيء من أجل الأمنية، وأمنيتي هي أن يجمع هذا الفيديو 1,000,000 إعجاب. إذا سنحتاج إلى إضافة المزيد من الكاتشب له. هيا استمر، أكملها إذا أردت الفوز. هذا مقزز وبارد جداً. شباب، أتمنى أن تتحقق أمنيتي. حظاً سعيداً. لوني المفضل الوردي، أود أن أفتح أحد الصناديق الوردية على ما أعتقد. هيا تفضلي. أيمكنني فتحه؟ بالتأكيد، هيا. أنا خائفة جداً. مكتوب على الرافعة. ما هذا؟ ابحث عن حلوى في الكريمة دون استخدام يدي. ها نحن ذا، ها هي حلوتنا. ها هي الحلوى، أغمضي عينيك واستديري. سنجعل الأمر صعباً يا رفاق. الهدف هو إخفاؤها حتى لا تنظر إلى مكانها. حسناً، لا يمكنك لمسها بيدك. سأفتح عينيك. نعم يمكنك، ولكن عليك العثور على الحلوى بفمك. حسناً. هيا. هي، هذا ليس هيا هيا هيا، ابحثي. هيا هيا. إنه لطيف للغاية. أين هو؟ يا رفاق، أين أخفاه؟ اكتبوا لي في التعليقات. هيا هيا. شعري. أوه، هيا يمكنك فعلها. أوه، أجل، يمكنك الآن فتحها وتناولها. على الأقل أحب الحلوى. حان دوري الآن لاختيار تحدي مثير للغاية. حسناً، في المرة الأخيرة ساعدتني مهارات التنويم المغناطيسي كثيراً. حسناً، أرجواني، سأختار الأرجواني. أتمنى أن يكون هناك شيء أحلى من الكريمة. أوه يا رفاق، لقد أخبرتكم، مهارات التنويم لا تخذلني أبداً. اقلب خزانة الملابس، قم بارتداء ملابسك بالعكس. هذا سهل، انظروا. أوبس، انتهيت. حظاً سعيداً. لا أعرف أيهما أختار. أيهما أختار يا رفاق؟ هل أختار الأخضر؟ ربما أخضر. أغنية معكوسة. أغنية معكوسة. قم بالاشتراك والإعجاب بهذا الفيديو وغني هذه الأغنية بالعكس. أنا لست مغنية تمام جيدة. تمام، هيا فلنصفق لها. لايك للفيديو. هل فعلتم ذلك؟ ها نحن ذا، وهيا. أو يديف أو موتي كيلا واتساب إي سي سي داب. بابابابام. يجب أن أقول أنك فعلتها بسهولة. أعتقد أنه بعد هذه الأغنية على الجميع الاشتراك بالتأكيد. حسناً، كنت أفكر بأنني أوصيتك باختيار الأصفر، وأنا أحبه بالفعل وسأختاره. لا يريد، هذا مخيف. ما الذي يحصل؟ مطبخ مقلوب. أحب الطبخ، يجب أن أطهو وجبة إفطار معصوب العينين. هذا أمر سهل جداً. ما الذي ستطبخه؟ دعنا نرى ما أعدته لنا شركة أوميغا ستوديو.
تريدين ساندويتش؟ سأقوم بذلك. غريغ، هل أنت مستعد؟ أنا أفضل طاه في العالم على الإطلاق مغمض العينين. أنت ذا. حسنا. إنها مغرفة الطعام. أخبرني ماذا ستطبخ لي؟ ماذا لدينا؟ دعيني أشعر به. فهمت. هناك بيض. احذر، إنه هش. ما هذا؟ هل توقفت بالعمل شريحة بها؟ شريحة لحم؟ أعتقد أن هذا سيكون مادة تشحيم. أحب البيض مع الزبادي. هل ستطبخ لي الزبادي حقا؟ سأطبخ لك بيضا مقلي. حسنا. هذا فظيع. فهمتي؟ لقد فعلت محترف. ذلك، هذا فظيع. غريغ، أسرع، تمام. إنه يحترق. هل يمكنني وضع يدي على المقلاة؟ أنت ذا. هيا، علينا مزجها. نحتاج إلى مزجها. ثم نقول أوب 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 أوب. لقد بدأ يعطي دخان. بالتأكيد فهي مادة تشحيم. الآن علينا كسر. اكسرها البيض. بحذر، لا تفوت المقلاة، لا تفوتها. أجل. حصلت نعم. عليها. القليل القليل فقط. حسنا، هذا كل شيء، أنا لا أساعدك. تمام. افعل ذلك. نعم نعم، تقريبا تقريبا. حسنا. شطيرة، أنا لاعب كرة سلة بالمناسبة. فهمت؟ نعم فهمت. هذا رائع. هذا لأن أنا. الجميع أعجبهم الفيديو واشتركوا بالطبع. البيضة الأخيرة، تحقق من هذا. هوبا. ألا يؤلم؟ لا، أنا طباخ محترف، فتعلمين. ما هذا؟ هذه عجينة؟ لا يجب أن تتذوق. إنه جبن. إن هذا غير عادل، غير عادل. إنه جبن، فلنضيفه هنا. سيبدأ هذا في الاحتراق. يجب أن آكله أنا وليس أنت. حسنا. بقي آخر مكون، هل ستستخدمه أم لا؟ أي مكون؟ ماذا تعتقد؟ خمن. إنه خبز لذيذ. تذوقت. انظري مجددا. سوف أغمسه في البيض هكذا ثم أعطيه لك. كلي. بالتأكيد لن آكله. إنه إفطار. لا، أكمل الطبخ، لا يمكن تناول الطعام النيء. لم يعد نيئا، إنه جاهز تقريبا، انتظري ثانية. لست متأكدة. هل يمكن خلع العصابة لأنني انتهيت؟ نعم، سأطفئ الموقع. هذا هو أفضل إفطار لي. ولك أيضا. رفاق، ألقوا نظرة على هذا. بالنظر إلى أنك تمكنت من تبديل الموقد مرة واحدة فقط من المحاولة الثالثة، لقد داب الجبن بالفعل. وكأن رائحته تشبه الفراولة. ربما بوجود زبادي الفراولة. هذا ممكن. ها هو الطبق. لقد اكتشفنا أخيرا ما بداخله. لا أريد أن مذهل. آكل. هل سأتذوق أنا هذا الإفطار؟ لقد كنت أفعل أفضل ما بوسعي من أجلك. تفضلي. لا. لا. من أجل أمي. مهلا، لقد كان هذا تحديك وأنت من يجب أن تأكله. لكن التحدي كان طهيه للاكسي، لذا أنا آسف. إذا رفضت ستخسرين 10,000 دولار، تمام؟ حسنا. أعطني إياه. هيا 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 هيا. أيجب علي بالتأكيد ذلك؟ بالتأكيد نعم. لا، قضمة واحدة على الأقل. لا أستطيع، سأتقيأ. حسناً، كما تعلمين، هذا لأنك حامل. كيف هو؟ بصحتك، شهية طيبة. لننتقل إلى موضوع آخر. هل أعجبتك وجبة الإفطار لكسي؟ من الأفضل أن تطبخ وأنت مستيقظ نجري. حسناً، الآن جاء دورك لتختاري ما الذي ستفعلينه. أم أنك سترفضين وتعطيني 10,000 دولار؟ لا أريد الفوز بهذا. حسناً، سنرى. أعتقد أننا لم نختار اللون البرتقالي، أختاره؟ بالتأكيد، حاولي. ماذا هناك؟ أريه لهم. ساحر الثعابين. لا أعلم أنك تخافين من الثعابين. يجب علي أن أقبل ثعبانا. نعم، لا، ربما ينتظرك هناك، لذا هيا أسرعي وافتحي الصندوق. أنا خائفة. وهذه مهمتك. حسنا، لا. تريدين التنازل عن 10,000 دولار؟ لا أريد ذلك، دعنا نفعل. سأفعل. افتحيه بنفسك، لن أخذ هذه الثعابين. فأنا خائفة. هيا. يا إلهي، إنه يتحرك. إنه يتحرك يتحرك. أيمكنني تقبيل ظهره؟ يجب أن ترفعيه. كوني حذرة مع الرأس، يمكن أن يعضك. أنا خائفة، إنه يظهر لسانه. يا إلهي، هذا كل شيء، لقد قبلته. افتح الصندوق. تمام. كان تحديا صعبا. أتمنى أن تختار الأسوأ. لا أعرف ما يوجد هناك بعد الثعبان.
تمام، آخر مرة كان اللون الأصفر سهلاً، لذا أعتقد أن الأمر يتعلق بالألوان. مبارزة؟ أطلق المفرقة النارية في المؤخرة حتى يسقط الشعر في المسبح. شخص ما يطلق النار علي؟ نعم، سأطلق النار عليك. أمستعد للاستحمام؟ لا أستطيع رؤية المفرقة. أوه، ها هي. حسناً، فلنبدأ الآن. غريغ، أجاهز؟ لا أعرف، أعتقد أنني مستعد. كوني حذرة، لدي حياة واحدة لأعيشها. إنه أمر صعب. أسرعي. يا رفاق، نحتاج إعجاب لأن ليكسي لا تستطيع الحضور. هيا. هيا. يا رفاق، أعتقد أن غريغ غرق. غريغ، غريغ. هل تحتاج للمساعدة؟ شباب، كان تحدياً رائعاً. كان تحدياً صعباً، ظهري يؤلمني. شكراً لك ليكسي. ليكسي، لم يكن لدينا اتفاق بأن أكون الشخص الذي يتحمل كل التحديات الصعبة. لقد بدوت لي هادئاً. أتمنى أن تخوضي أصعب تحدي على الإطلاق. سنرى ذلك. حظاً سعيداً يا رفاق. أيهما أختار؟ ربما أختار الأزرق. بالتأكيد اختاري الزرقاء، أمل أن يكون شيئاً صعباً. ارتح فقط، اشرب بعض الماء. ماذا؟ إنه أسهل تحدي على الإطلاق. ما هذا؟ إنه ظلم في الواقع. أنت جادة؟ أتمنى أن يكون الماء مالحاً. تحققي. إنه مجرد ماء. ليكسي، أريد بعض الماء أيضاً. لقد شربت ما يكفي من ماء المسبح. الماء ليس جيداً في المسبح. أنا عطشان حقاً. هل تمزحين معي؟ تمام، فلنبدل الأماكن. الآن سوف أختار ألوانك. حسناً، يعجبني هذا الأرجواني. دعنا نرى ما لديك. هل رأيت ذلك؟ هل رأيتم ذلك؟ هذا يسمى ماذا؟ غريشا. ماذا؟ جيد. هذا غير عادي. غريشا مجرد. ماذا؟ هذا ما يسمى ماء؟ بحجمك تماماً، نعم. شكراً لك. إنه ماء مالح أيضاً. هذا اختاري. تحدي رائع. اختاري. التحدي التالي لك. حسناً، خمسة متبقية هناك وأربعة هنا. سأختار من هنا. سأختار اللون الأصفر مثل فستاني. آمل أنه اختيار جيد. طاهي، انقل المعكرونة من وعاء إلى آخر وباستخدام فمك. باستخدام فمك يا رفاق، الآن سنرى كيف يمكنك نقل المكرونة باحترافية باستخدام فمك. صحيح، هذه مكرونة. حسناً ليكسي، ها هو الوعاء رقم واحد والوعاء رقم اثنان. تحتاجين إلى ملئه إلى هذا المستوى. انظري إلى هذه الأقواس، إنها تليق بك. شباب، ما المكرونة التي تحبونها؟ اكتبوا في التعليقات. أنا سباغيتي. انزعيها من أذنيك. تفضلي. حسناً ليكسي، مستعدة؟ جاهزة. توقفي، ربما تودين التخلي عن 10,000 دولار. العد التنازلي، لنبدأ. واحد، اثنان، ثلاثة. فاتك الأمر. غريغ، هيا أسرعي. 3 قطع في وقت واحد فقط، كوني أكثر نشاطاً. سننقل المكرونة حتى الصباح، هيا تحركي. لا يمكنني ذلك. تحركي. من فضلكم يا رفاق، ادعموني بإعجاب. بدأت تسرعين، كوني أكثر نشاطاً، خذي المزيد. هذا كل شيء؟ ما القصد بكل شيء؟ يوجد فقط 3 غرامات هنا. تريدين مني أن أريك حيلة حياتية حول كيفية نقل المكرونة بفمك إلى هذا الوعاء بسهولة؟ بالتأكيد. هل هذا مسموح به؟ هاي! على أي حال، فلنفترض أنني نجحت في هذا. يا إلهي ليكسي، أرى أنك جيدة في التنظيف. هيا، قد حان دوره. تمام، هل اخترت اللون الأصفر سابقاً؟ ها؟ نعم. وكان تحدياً سهلاً للغاية، صحيح؟ سأختاره أيضاً. ماذا هناك؟ أولا، قرأت العنوان للتو وأنا خائف بالفعل. سأريك جزءاً منه فقط. مصفف شعر مجنون. لا يوجد شيء يمكن قصه. هذا يجعلني سعيداً. دعيني أقرأ حتى النهاية. أجل، اصنعي تسريحة حلوى القطن. واو، أهذا سكر؟ يبدو أنه سيكون لذيذاً. حسناً، دعنا نحاول. واو، حسناً.
أنا مستعد لأي شيء لأنني مدون محترف. إنها آلة رائعة، أتعرف كيف تستخدمها؟ بالطبع أعرف، أنا محترف. ما عليك سوى وضع هذا. ها، لا تعمل بهذه الطريقة. يوجد جهاز خاص هنا. تمام، ننتظر حتى تسخن آلة السكر. لأكون صادقاً، أعرف فقط النظرية، لم أمارس ذلك في حياتي، لكن أتمنى أن أقوم بذلك بدعمكم يا شباب. أنا أحب حلوى القطن. وأنا أحب سنيكرز. ما نوع الحلوى التي تحبونها يا رفاق؟ اكتبوا في التعليقات بينما ننتظر تسخين الجهاز. يا شباب، لا تكرروا أبداً ما نفعله في المنزل بدون الكبار، لأننا مدونون محترفون ومستعدون لكل هذه التحديات، والأمر خطير بالنسبة لكم. يا إلهي، ها نحن ذا. أوه، انظري. هيا عليك أن تسرع. هل أضعه على رأسي هنا؟ لا تفعل ذلك، إنه خطير. واو، هل هذا يعمل؟ هذا رائع جدا، إنك تبدو كعش الحمام. أعتقد أنه يمكننا اعتبار هذا التحدي ناجحا. على الأقل هذا لذيذ، وأصبحت يدي مشعرتين. انظري لهذا، أنا أعشق هذا التحدي. حسنا ليكسي، هيا حان دورك للاختيار. غريغ، لقد اخترت تحديات لطيفة إلى حد الآن. كما تعلمين، يمنحني الرجال المزيد من الإعجابات والمزيد من الدعم، ويكتبون التعليقات عني. حسنا، لا أعرف يا رفاق، أعطوني بعض الإعجابات وأريد أن أتبادل مكاني معك. تمام تمام، لست خائفا من ذلك، ما زلت أعرف أشعر أين توجد التحديات الجيدة واللطيفة. حسنا، لقد كانت حلوى القطن بالأزرق، لذا سأختار الأزرق. دعنا نرى. مهرج مضحك. نعم، أحب تحديات مثل هذا، مهرج مضحك. علينا جعل الناس يضحكون ليعطونا إعجابات طوال الوقت. رفاق، أحتاج إلى رسم وجه بقلم تحديد وتصوير مقاطع قصيرة طوال اليوم. أوه، هذا تحدي رائع، سأرسمك وستظلين هكذا طوال اليوم. دقيقة دقيقة، اصنعي أفلاما قصيرة ومقاطع فيديو على تيك توك وانشريها. لا يا غريغ، لا أريد أن ألطخ وجهي مرة أخرى. حسنا، إذا كنت تريدين التخلي عن 10,000 دولار ليست مشكلة. مستعدة؟ حسنا، لنفعل ذلك. هذه الأقلام لا تزول لمدة 3 أيام. أريد أن تضع لي مكياجا جميلاً مثل باربي. حسناً يا رفاق، سنرسم شفتيها فقط. من فضلك أغمض عينيك حتى لا تتوتري. سأرسم شفتيك. لست بحاجة إلى ظلال العيون. أجل، ارسم شفتي فقط واصنع لي مكياجاً مثل باربي. حسناً، مكياج باربي مثل باربي. حسناً، تمام. هيا أرني شفتيك. ها هي شفتيك، بما أنك باربي فلديها شفتان ضخمتان. غريغ، كن حذر. أنا حذر، أنا حذر. بحذر، أريد أن أكون جميلة. نعم بالتأكيد. شباب، أعجبكم؟ نعم، يعجبني ذلك. اكتبوا في التعليقات ماذا يفعل. أنا أجعلك جميلة. انتهيت؟ لا، انتهينا من الشفاء، فلنستمر. انظري، أنفك بلون مختلف قليلاً. دعيني أقوم ببعض التصحيحات الصغيرة عليه لجعله كأنف المهرج. هذا مثالي. أعتقد أنك تضع الكثير لا من المكياج. لا لا، كل شيء تمام، كل شيء تمام، كل شيء تمام. رفاق، ما اللون الذي يستخدمه؟ اكتبوا في التعليقات. شباب، نحتاج إلى جعل حواجبها تبدو أكثر جمالاً وتعبيراً، لذا نحتاج إلى حاجباي مذهلان تماماً. سوف يصبحان أفضل. غريغ، لا تصبغهما. ستكونين مذهلة. من المضحك أن هذا القلم لن يزال. وستحتاجين إلى تأليف قصص على أي حال. رفاق، جيد. هل ترون ما يفعل؟ لا لا، إنها رائعة جداً، مذهل حقاً. حواجبي في الأصل رفيعة، أعتقد أنك تجعلها سميكة جداً. لا لا، أنا أرسم حواجب مذهلة تماماً. حسناً، لمسة أخيرة متبقية. نحتاج إلى رسم خدودك الوردية. هل درست على وضع المكياج في مكان ما؟ بالطبع، أنا صانعة مكياج محترفة. والآن نحتاج إلى أهم شيء بالنسبة للمهرج، هو أن يكون حزيناً من جانب وسعيداً من الجانب الآخر. أي مهرج؟ سوف تجعلني أميرة هنا يا غريغ. لا، تقول مهمة التحدي أن نجعلك مهرجاً، تذكرين؟ ستكون هذه العين حزينة، وسنجعل شفتيك تنزلان على هذا الجانب. أعتقد أنك ترسم على وجهي كثيراً. لا، ستكون لديك ابتسامة على هذا الجانب. جيد، لقد اجتزت هذا التحدي، هذا كل شيء. نعم، اجتزت هذا التحدي، والآن عليك فقط
تأليف بعض القصص. افتحي عينيك وابدأي في تأليف القصص. يا رفاق، اليوم تضع أوليسيا مكياجاً خاصاً طوال اليوم، وها نحن ذا. ها نحن ذا. انظري، مكياجك مذهل تماماً، أحببته. إن هذا فظيع للغاية. والأهم من ذلك كله أنني أحب حقيقة أنك ستظلين هكذا لمدة 3 أيام. يا رفاق، اكتبوا في التعليقات بأن هذا غير عادل، إنه مكياج فظيع. أنا مذهل. حسناً، أعتقد أن هذا الجانب صعب للغاية. لا أريد أن ألعب على هذا الجانب. سأختار السؤال هنا. أوه، رائع، أقوى رجل في العالم. أعتقد أنه شيء مثير للاهتمام. لم أقرأ المزيد بعد، ولكن إذا كنت الرجل الأقوى فعلي رفع لكسي. أوه لا. إسحق 3 بطيخات برأسك. إذا كنت تحملين المكرونة وأسحق البطيخ، حسناً، سأسحق البطيخ برأسي. حسناً. أنت تعلم أن رأسك يشبه البطيخ. حسناً، أفضل من أن تكون مهرجاً ل3 أيام. ابدأي في صنع فيديوهات. أريد تصويرك وأنت تحطم واحدة على الأقل وتفقد وعيك. انظري، أنا أقوى رجل في العالم، حتى أنني صنعت مقطع فيديو عن ذلك. يا رفاق، إن لم تشاهدوه يرجى مشاهدته. سأترك لكم رابطاً في الوصف، لا تنسوا مشاهدته. تمام؟ تمام. رقم 1، شباب في انتظار دعمكم. مستعدة؟ نعم. أي؟ ليس سهلاً على الإطلاق. هل سمعت هذا الصوت؟ نعم سمعته. أعتقد أن رأسك. انظروا، هناك خدش بالفعل. انظروا، هل رأيتم الخدش؟ لكنه لا ينكسر. لقد أخبرتنا أنك أكثر صراما. يا إلهي، سوف أفقد الوعي. هذا مهم لأنه يحتوي على خدش من رأسي. هذا ليس مهما، عليك حسناً. أن تحطمها. إذن سأمزقها. يعجبني هذا. الأول. يا إذا إلهي. لم أحطمها برأسي فسوف أقوم بتحطيمها بقبضتي هكذا. أوه يا الثاني. إلهي، أنت قوي جدا جريج. من أجلكم. الثالث. ألذ بطيخة هي التي تم تحشيمها بيدك. حسن الرفاق، اليوم ألعب دور المهرج. أنت تقومين بعمل جيد لكسي. لم يتبقى سوى 5 مهام. لا يمكنني حتى تخيل من سوف يفوز. أنا؟ سوف أفوز. حسناً، إذا حسبت النتيجة فستكون أنا، ولكن نحتاج فائزاً واحد. تمام؟ استسلم الآن حالاً. لقد حان دورك لاختيار التحدي. كما تعلمين، لقد أحببت جانبك لأنه فني للغاية. هنا تحديات صعبة، وهنا فنية للغاية. وأنا حقاً أحب لون تيفان هذا. إنه عصري ومكلف للغاية. أسرع. الرفاق ينتظرون. ها، كنت أعرف ذلك. كما تعلمون كنت أعرف ذلك. أظهر ذلك. ملابس الشخصيات. قم بارتداء زي البطل الخارق، وقم بالعديد من حيل البطل الخارق. هل يمكنني اختيار بدلة لك؟ شكراً لك لكسي. أنا أنتظر التحول إلى شخص سحري. رفاق، هل ستساعدونني؟ ساعدوها في الاختيار حتى تتمكن من اختيار شكل جيد، ليس مثل المكياج الذي صنعته. حسناً لها. حسناً يا رفاق، سوف أختار له زياً رائعاً. من فضلكم يا رفاق، أعطوني أعجابك. يبدو أنها ستنتقم بقسوة. لقد جعلني أبدو مثل المهرج، رغم أنني طلبت منه أن يصنع لي مكياج باربي. لذا سأختار له زياً رائعاً. أخبروني في التعليقات ما الذي علي أن أختاره يا رفاق. أوه، إنه مظلم هنا. سوف أشعل الضوء وسنبدأ بالاختيار. لدينا الكثير من الأزياء هنا. سأختار الأكثر مرحاً. هل أختار له البيجاما؟ لا، ليس هذا هو. هل أختار له فستان باربي؟ لا، لن يناسبه. زي المهرج. سوف أنتقم منه. لكن انظروا معي. أوه، ما هذا الزي الرائع؟ هل تعرفه؟ أسرع، اكتب اسمه في التعليقات. إنه ثقيل جداً. هيا دعونا نعود إلى جريج. لكسي، لقد أتيت فقط لأرى ماذا تفعلين. جريج، لقد أخفتني. تمام، أنا آسف. أنا آسف، آسف. اذهب وغير ملابسك. هل يمكن فعل ذلك بدون الكاميرا؟ تمام، شكراً. اذهبي واصنعي مقاطع تيك توك.
حسناً يا رفاق، دعونا ننتظر حتى يأتي غريغ بزيه الخارق. ليكسي، لماذا أنت خائفة دائماً؟ لقد أخذتني للمرة الثانية. على الأقل لديك مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو القصيرة على تيك توك. والآن حان دورك لاختيار التحدي العملاق للغاية حتى تخسرين 10,000 دولار. تنحى جانباً. ماذا؟ أريد اختيار اللون الأحمر. من هو غريغ؟ أنت أم أنا؟ أنا أحب اللون الأحمر. رائع. ما لونكم المفضل يا رفاق؟ أخبرونا. يا إلهي. الأرنب المنتفخ. هذا هو التحدي المفضل لدي، لكن أعتقد أنه سيكون صعباً عليك مع خديك. يا رفاق، أحتاج لأن أضع مارشميلو في فمي وأغني أغنية. إنني أغني الأغاني طوال اليوم. تمام، ما الأغنية التي تحبينها؟ دعنا نغني جينجل بيلز لأنك مثل غرينش سانتا. سنصنع أفضل وأطرف مقطع على تيك توك. المهرج وغرينش يتحولان معاً إلى أرنب. هل اثنين يكفيان؟ أعتقد أنه عليك حشو فمك حتى ينفجر بسبب النسيم العليل. قد أنفجر بالفعل، لن أتمكن من فعل ذلك يا رفاق. كم عددهم؟ هذا صحيح، جيد، عمل جيد. هيا لأبي ولأمي، والآن سنغني. هيا. جينجل بيل، جينجل بيل، جينجل all the way. لا 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 لا. الآن كلهم. إن فمي ملتصق تقريبا. تمام، حان دوري الآن للفوز ب10,000 دولار. لم يتبقى سوى ثلاثة. ثلاثة أسئلة يا رفاق. هيا ساعدوني. أي واحد تعتقدون ماذا سأختار في رأيكم؟ سأعد إلى 3، 2، 1. كتبتم؟ لدينا أزرق وأحمر وأخضر. أريد اختيار أزرق. لا، أريد الأخضر. لم ألقي نظرة، أنا ألعب بنزاهة ولا أغش. مثلك، إنه أخضر مثل غرينش الأخضر. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ صالون تجميل، لكن ليس مثل صالونك. ذهبنا إلى صالون التجميل. شاهدوا هذا وهي لا تراه بعد. ها؟ ماذا يوجد؟ اقرأ. صالون تجميل، حلاقة الحواجب. لم أقم بالتسجيل لذلك. تحتاج الحواجب على الأقل إلى شهر لكي تنمو. إذن أنت تستسلم. كدت أن أفوز، صحيح؟ ما قصدك بالاستسلام؟ أنا لا أستسلم أبداً. سأنزع هذا القناع حتى تتمكني من رؤية أنني لا أغش. غريغ، فكر في الأمر. لقد قررت بالفعل. إنها مجرد 10,000 دولار. لقد قررت بالفعل. إنها ماكينة حلاقة كهربائية حقيقية. لقد أصبت بالقشعريرة لأنني خائف جدا، لكنني متأكد أن الرفاق سيشتركون ويدعمونني ويستمرون في دعمي خلال الشهر بينما سأكون بدون حواجب. رفاق، اكتب أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك. لن أعطيك 10,000 دولار. استسلم غريغ. لا. أستفعلها حقا؟ نعم، سأفعل ذلك حقا. رفاق، لا تحاول فعل هذا في المنزل. سأفعل ذلك من أجلكم ومن أجل التحدي، ليس من أجل المال. فلنبدأ من الأيسر. أنا خائفة. لا لا لا، لا تفعل ذلك من فضلك، من فضلك غريغ. أوه يا إلهي، أوه لا، ليس متساويا نوعا ما، ولا يبدو لطيفا. لا يستحق 10,000 دولار غريغ. لقد أنجزت هذا التحدي، وأنا متأكد من أنه لم يتبقى سوى تحديات خطيرة للغاية، وأنا من سيأخذ المال لأنني مستعد لفعل أي شيء من أجل المحتوى. فلنرى الآن ما الذي ستفعلينه. لم يتبقى سوى اثنين يا رفاق، لا أعرف أيهما أختار. ساعدوني في الاختيار، الأزرق أم الوردين؟ قومي بالاختيار بسرعة لأنني مستعد لإنفاق أموالي. أعتقد سأختار الأزرق. أخشى القراءة. هل رأيتم ذلك؟ هل رأيتم ذلك؟ يجب أن تحلق رأسك بالكامل. شفرة الحلاقة جاهزة. لا لا، أعتقد أنني مستعدة لذلك. هل ستخسرين هذا التحدي؟ أيمكنني اختيار الوردي بدلاً من هذا؟ لن تفعلي. هل ستخسرين هذا التحدي؟ أريد اختيار الوردي، لقد غيرت رأيي. مستعدة للحلاقة؟ لا 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 لا، حسناً لقد فاز. ها يا رفاق، لقد فزت للتو ب10,000 دولار.
ولقد خسرت هذا التحدي. شكراً لكم على إعجاباتكم وعلى دعمكم. سأفوز بالتحدي القادم. من فضلكم يا رفاق، اشتركوا في قناتنا وامنحونا إعجابات. وفي الحلقة القادمة سوف نكتشف من سوف يفوز. حظاً سعيداً. سأذهب لإنفاق أموالي. لا، هذه أموالي. توقفي.